اللي غيرت فيك الأمومة غير إنه صرت تخافي على حالك، صرتي حاسي حالك أجمل ومكتملة أنوثتك أكثر أكيد، لأنه بفهمك يعني أنا بقول نفس الشيء. شو اللي تغير فيك بنظرتك للحياة، بنظرتك للفن؟ هلا صرت حتى حريصة أكثر بكل شيء ممكن أعمله بالحياة، يعني صرت في قصص ببعد عنها حتى بالأكل بالشرب كرمال هذا الطفل، يعني صرت بخاف عليه من 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 أي شيء. قبل كنت أنه أوكي أنا ماني من النوع اللي كثير أكيل يعني صراحة، صرت هلا عم أضغط على حالي أكثر شوي كرماله، يعني بالنهاية أنا عم بهتم فيه، عم ياخذ شيء مني هذا الطفل، فلازم دائما تكون صحته بألف خير. عن جد يعني بحس انه قبل انا كنت عايشه اوكي منظمه كثير، انا شخص هادي، بس هلا صرت في تنظيم اكثر بحياتي من قبل. صرت اكثر هدوءا، اكثر تعقلا، اقل تهورا؟ هلا التهور مش كثير، انا هيك من الاشخاص اللي عندهم هالقصص، بس صرت اروع يعني هلا لما بشوفه تعبان او كذا. يعني اول ما ولدت كنت انهيار عصبي، هلا بلشت اقوى شوي. ليه؟ خوفا عليه او هالتغيير المفاجئ اللي صار بحياتك؟ لاني ما بعرف، ما عندي الخبره الكافيه، يعني ما بعرف لما بيبكي شو بده، يعني ما الطفل ما بيعرف يعبر غير بالبكي. صح، هلا صرت خلص يعني صرت بعرف لما عم تفهم اذا مغص، اذا جوعان اذا ممغوص، او عنده حاله زين انه مثلا في وقت من نهار يعني بيمد لي ايديه انه حمليني، لازم في وقت احمله امشي فيه بالبيت يكزر وبعدين بيهدى. يعني صرت هلا عم بعرف البروجرام تبعه، فيعني بس هالقد ماخذك لدرجه انه هلا نحن قبل ما نبلش تصوير فتحتي كاميرا شفتي دمع عيونك لهالدرجه رويدا؟ كثير يعني زين، يعني قديش عندي حنيه صارت اضعاف مضاعفه يعني لهذا الطفل، خاصه اني انا تعذبت كثير باخر فتره من قبل ما يعني ما هو صح يجي على. انت تعبتي بفتره الحمل وقعدتي يعني بالمستشفى وعانيتي يعني انا ما نزلت يعني بالسوشيال ميديا انه والله انا قعدت يعني تقريبا 20 يوم عم نحارب انا ودكتوري وكل الاكيب. عن جد بتشكره من كل قلبي، بتشكر دكتور جورج ابي طايع عن جد، لانه انا كثير تعبت وصار معي اكتئاب نفسي كثير قوي حاد، وهو كثير كان سبورت لإلي انه بعرف انت شو عم تحسي، بعرف شو عم تشعري بهذا الموضوع، بس افضل ما انه انت تولدي بالشهر الثامن، خلينا نشد فيكي للشهر التاسع رويدا، تحملي قد ما فيكي. بس هو اللي كان عم يعطيك سبورت يعني عاده؟ لا اكيد يعني في كان يعني اكيد سمير، يعني سمير مولى كان يوميا يعني برغم انه كان سمير بهذا الوقت عنده يعني تعبان صحيا كمان، يعني بهذا الوقت كان كل الوقت انه معلش رويدا وخليكي قويه ويلا قطع كثير وقت. هلا اكيد زوجي اكيد طبعا يعني هو كان سبورت الاول بالنسبه لإلي ابو زين. هيدا اللي بدي اسالك اياه عاده. يعني هيدا اللغز مين ما ياخذه؟ الله يرحمه. الله يرحمه. اكيد الله يرحمه عن جد.